الله عليه وسلم: طلاب الصف التاسع المتوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات. واليوم إن شاء الله بناخد أو بنتابع مع بعض الوحدة الرابعة، الهندسة الإحداثية وهندسة التحويلات، وكنا اتكلمنا عن الدوران. اليوم إن شاء الله بنتكلم عن التكبير. أمامك شكل رباعي اسمه ألف باء جيم دال، وبه أيضا شكل رباعي آخر صغير هو ألف هاء واو ميم. طول ألف هاء 3 سنتي وطول هاء باء 3 سنتي. نشوف السؤال، بيقول: ظلت الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة. النسبة بين طول الضلع ألف هاء ألف هاء إلى طول الضلع ألف باء ألف باء في أبسط صورة هي ألف هاء 3 سنتي وألف باء 6 سنتي، يبقى 3 على 6. طيب يقول في أبسط صورة، في أبسط صورة، إذن ممكن يكون الجواب مختلف. اللي هيختار 3 على 6، 3 على 6 ليست في أبسط صورة. 3 على 6 ممكن نقسم البسط والمقام على 3، هيطلع في النهاية بيساوي 1 على 2، يعني الإجابة الصحيحة هي رقم ب. في الكتاب صفحة 166 النشاط يقول: اعتبر التحويل الهندسي الموضح في الشكل المقابل، واو هي صورتها واو، وألف صورتها ألف شرطة، وباء صورتها باء شرطة، وجيم صورتها جيم شرطة، حيث واو ألف شرطة على واو ألف يساوي واو باء شرطة على واو باء يساوي واو جيم شرطة على واو جيم بيساوي 2. يبقى ألف باء صورتها أو القطعة المستقيمة ألف باء صورتها القطعة المستقيمة ألف شرطة باء شرطة تحت تأثير هذا التحويل، بينما ألف باء لا يساوي ألف شرطة باء شرطة. يبقى صورة ألف باء هي ألف شرطة باء شرطة، لكن وانت ملاحظ ان ألف شرطة باء شرطة أكبر من ألف باء، يبقى إذن هي صورتها صحيح ولكن الاثنين غير متساويين. أوجد بالقياس ألف شرطة على باء شرطة، ألف شرطة باء شرطة على ألف باء، هنلاقيها 2 على 1، بالقياس دي 2 سنتي ودي 1 سنتي، يبقى 2 على 1 اللي هو بيساوي 2. وباء شرطة جيم شرطة على باء جيم تساوي 4 على 2، أيضا تساوي 2. نفس الطريقة ألف شرطة جيم شرطة على ألف جيم يساوي 5 على 2.5، هيساوي برضو 2. هذا التحويل غير متقايس، لا يحافظ على الأبعاد. يبقى هذا التحويل هو تحويل يكبر أو يصغر صورة المضلة. في الكتاب صفحة 167 التكبير في المستوى الإحداثي: إذا كانت واو إحدى نقاط المستوى، فإن التحويل الهندسي الذي يعين لكل نقطة ألف، أي نقطة نعتبرها ألف غير النقطة واو، صورة ألف شرطة، والصورة دي تنتمي للشعاع واو ألف، يعني على امتداد الشعاع واو ألف، بحيث يكون واو ألف شرطة على واو ألف يساوي عددا ثابتا، والواو صورتها هي الواو. يسمى ما حدث تكبيرا، يسمى هذا التغير تكبيرا، وتسمى النقطة الصامدة واو مركز التكبير، ويسمى العدد الثابت معامل التكبير ويرمز له بالرمز ميم.
ويرمز لهذا التحويل بالرمز تاء يعني تكبير، واو مركزه واو، وميم يعني معامله ميم. ويقرأ تاء تكبير مركزه النقطة واو ومعامله ميم. وبصورة عامة إذا كانت النقطة سين والصاد نقطة في المستوى الإحداثي حيث الواو هي نقطة الأصل وميم معامل التكبير، فإن سين وصاد أو النقطة بتكبير مركزه واو ومعامله ميم هتصبح النقطة ميم سين وميم صاد، يعني هتضرب معامل التكبير في إحداثيات السين والصاد. في الكتاب صفحة 168 مثال واحد بيقول ارسم المثلث ألف باء جيم مستخدما التكبير الذي مركزه نقطة الأصل ومعامله 2. هيبدأ نشوف نقاط الألف 2 و1، الباء 2 و4، والجيم 3 4 و3 4 و3. الحل طبعا عندنا القاعدة، خلاص عرفت معامل التكبير، وهو بيقول إن مركزه نقطة الإيه؟ نقطة الأصل، يبقى أنت عايز تعرف التكبير هيتم من أي نقطة بالضبط، والمعامل يساوي كم؟ النقطة س وص بتكبير مركزه و ومعامله 2 بتكون 2 س و 2 ص. ألف 2 و1 زي ما إحنا قلنا، ألف 2 و1 هنضرب 2 ضرب 2 بيساوي 4، واثنين ضرب واحد بيساوي 2، يبقى الألف شرطة بتساوي 4 و2. الباء 2 و4 اضرب الإحداثيات في 2 يعني 4 و8 الباء شرطة، والجيم 4 و3 بنفس الطريقة نضرب الإحداثيات في معامل التكبير يكون عندي 4 ضرب 2 بيساوي 8، و 2 ضرب 3 بيساوي 6، يبقى معامل التكبير هنا 2 بنضربه في الإحداثيات تطلع الجيم شرطة بيساوي 8 و6. نحدد النقاط على المستوى أهو بنفس الطريقة، النقاط الجديدة طبعا الصور ألف 4 و2 والباء 4 و8 والجيم 8 و6. يبقى المثلث الأخضر ألف شرطة باء شرطة جيم شرطة هو صورة المثلث ألف باء جيم بتكبير مركزه نقطة الأصل ومعامله 2. في الكتاب صفحة 169 تدرب رقم 1 ارسم صورة المربع لام ميم نون كاف مستخدما التكبير تاء مركزه واو ومعامله 4. طبعا القاعدة دي على طول بنحطها قدامنا، النقطة س وصاد بتكبير مركزه واو ومعامله 4 بتساوي 4 ضرب س و 4 ضرب ص، يبقى اللام إذا عرفت إحداثيتها لام 1 و1 هيكون صورتها بالتكبير لام شرطة 4 و4، الميم سالب 1 و1 هتكون سالب 4، الميم شرطة هتكون سالب 4 وموجب 4، النون سالب 1 وسالب 1 صورتها بالتكبير نون شرطة هتكون سالب 4 وسالب 4، وآخر نقطة كاف 1 وسالب 1 هتكون صورتها بالتكبير كاف شرطة 4 وسالب 4. إذا المربع لام ميم نون كاف بتكبير مركزه واو ومعامله 4 بيعطيني صورة اسمها لام شرطة ميم شرطة نون شرطة كاف شرطة، ولو رسمناها على شبكة الإحداثيات أو المستوى الإحداثي ادي المربع الاصلي اللي هو لام ميم نون كاف هو المربع الاحمر، وصوره لام شرطه هي عند الاربعه واربعه، وميم شرطه عند سالب اربعه وموجب اربعه، وهكذا عند سالب اربعه وسالب اربعه اللي هي نون شرطه، واخر نقطه اللي هي كاف شرطه عند موجب اربعه وسالب اربعه. نوصل بالمسطره يكون معانا المربع لام شرطه ميم شرطه نون شرطه كاف شرطه هو صورة للمربع لام ميم نون كاف بتكبير مركزه نقطة الأصل ومعامله 4. في الكتاب صفحة 169 طبعا
زي ما درسنا خواص الدوران وخواص الانعكاس وخواص الإزاحة، للتكبير أيضا خواص. التكبير يحافظ على الاستقامة، التكبير يحافظ على البينية، التكبير يحافظ على قياسات الزوايا، ويحافظ على التوازي، ويحافظ على الاتجاه الدوراني، وآخر شيء التكبير لا يحافظ على الأبعاد. طبعا احنا عارفين ان الدوران يحافظ على الأبعاد، الانعكاس يحافظ على الأبعاد، الإزاحة تحافظ على الأبعاد، ولكن التكبير طبعا احنا ما عندناش تكبير فقط، احنا عندنا تكبير او تصغير، يبقى تحويل الشكل الى شكل اكبر منه، صورته تبقى اكبر منه او اصغر منه، هذا يسمى تكبير. وطبعا التكبير لا يحافظ على الأبعاد. الكتاب صفحة 173، تمرن رقم واحد، بيقول أكمل ما يلي حيث الواو هي نقطة الأصل. ألف، النقطة ألف 2 و1 بتكبير مركزه واو نقطة الأصل ومعامله 5 هيكون. طبعا احنا اتفقنا ان احداثيات النقطة الاثنين السيني والصادي بيضرب فقط في معامل التكبير، يعني هتضرب 2 ضرب 5 و1 ضرب 5، يبقى الألف شرط بتساوي 10 و5. ب 1 و-3 بنفس الطريقة، هذه القاعدة قدامي، يبقى معامل التكبير 6، ينضرب مرة في الواحد ومرة في سالب 3، يبقى 6 ÷ -18. ج 0 و4 بمعامل تكبير، طبعا هنا تصغير لأن أقل من الواحد هيكون إيه؟ هيكون تصغير. يبقى الجيم شرطة بيساوي ربع ضرب 0 بيساوي 0، وربع ضرب 4 بيساوي 1، يبقى 0 وإيه؟ و1. رقم ج سالب 6 و4، عندي برضو هنا تكبير مركزه نقطة الأصل ومعامله نص، يعني طبعا هيكون تصغير وليس تكبير. هنضرب النص في سالب 6 يعطيني سالب 3، ونص ضرب 4 يساوي 2، يعني ده الشرطة بتساوي سالب 3 و2. رقم ه الكاف بسالب 8 و-2، والتكبير مركزه نقطة الأصل ومعامله 3/2، و3/2 هنا أكبر من الواحد، يعني هذا تكبير وليس تصغير. يبقى الكاف شرطة بتساوي 3/2 ÷ -8 بيساوي سالب 4 ضرب 3 بيساوي سالب 12، وسالب 2 ضرب 3/2 بيساوي سالب 3، يبقى عندي الكاف شرطة بتساوي سالب 12 وسالب 3. اللام 3 و-7 بتكبير مركزه واو ومعامله 1، هيطلع النقطة لام شرطة بتساوي 3 و-7، يعني معامل التكبير لو كان 1 يبقى مفيش تكبير، مفيش تغير في النقاط. في الكتاب صفحة 174 تمرن، بيقول لي تمرن رقم 3، ارسم ألف باء القطعة المستقيمة إذا كانت ألف سالب 1 و2 والباء 2 و-2، ثم ارسم القطعة المستقيمة ألف شرطة باء شرطة صورة القطعة المستقيمة ألف باء بتكبير مركزه نقطة الأصل ومعامله 3. سين وصاد بتكبير مركزه نقطة الأصل ومعامله 3، هنضرب طبعا 3 في السين والصاد، يعني 3 س و3 ص، النقطة الجديدة هتكون 3 س و3 ص. ألف لما تكون بسالب 1 و2 يبقى الألف شرطة بتساوي سالب 3 ÷ 6. الباء بنفس الطريقة بنفس القاعدة، تاء واو 3 هتكون ب6 و-6. هذه القطعة المستقيمة الأصلية ألف باء، وحنرسم إحداثيات ألف شرطة. ألف شرطة عند سالب 3 و6، سالب 3 و6، يعني الألف شرطة تكون هنا، والباء شرطة 6 و-6، يعني عند المكان بالضبط. وبعدين
نوصل الألف شرطة والباء شرطة، تكون هي دي صورة القطعة المستقيمة ألف باء. وزي ما احنا شايفين طبعا لازم تكون أكبر منها، لأن في معامل تكبير أكبر من الواحد. في الكتاب صفحة 170 تدرب 2 بيقول اكتب النقاط التي تمثل رؤوس الشكل ألف باء جيم دال، ثم ارسم صورة الشكل مستخدما التصغير الذي مركزه نقطة الأصل ومعامله 1/3. طبعا 1/3 أصغر من الواحد، يعني هنا يكون تصغير وليس تكبير. النقطة س وص بتكبير مركزه نقطة الأصل ومعامله 1/3 بتساوي ثلث س وثلث ص. ألف ب 3 و3 صورتها هتكون 1 و1، الباء 3 و6 هتكون صورتها 1 و2، الجيم سالب 3 و6 يعني سالب 1 و2، والدال سالب 3 وسالب 3 يعني صورتها سالب 1 و1. إذا الشكل أ ب ج د بتكبير مركزه نقطة الأصل ومعامله 1/3 يعطيني الشكل أ ب أ شرطة باء شرطة ج شرطة د شرطة، وهذا هو الشكل الجديد. وهذا طبعا صورة صغيرة للشكل ألف باء جيم دال. الكتاب صفحة 170 بيقول إذا كان التكبير مركزه واو ومعامله ميم، فإن نسبة محيط صورة الشكل الهندسي إلى محيطه، محيط الصورة إلى محيط الأصل، تساوي معامل التكبير ميم. يعني لو حطيت محيط الصورة على محيط الأصل وعملت تبسيط، هتلاقي ان النسبة بينهم هي معامل التكبير نفسه، ونسبة مساحة صورة الشكل الهندسي إلى مساحته تساوي مربع معامل التكبير، لأن المساحة طبعا بالإيه؟ بالوحدة المربع. أكمل من الرسم في الشكل السابق، عندي شكل أهو، الصورة أ شرطة باء شرطة ج شرطة د شرطة، محيطها طبعا 6 وحدات، أما الأصل أ باء ج د فمحيطه 18. لو حابب تجيب النسبة بين الصورة والأصل هتبقى 6/18. في أبسط صورة طبعا 1/3، يبقى عندي نسبة مساحة المستطيل أ شرطة باء شرطة ج شرطة د شرطة إلى مساحة المستطيل أ باء ج د بتساوي مربع معامل أنت جبت النسبة طلعت معامل الإيه؟ معامل التكبير. يبقى نسبة المساحة أو مساحة الصورة إلى مساحة الأصل بتساوي مربع معامل التكبير، يعني بيساوي 1/9. في الكتاب صفحة 174 تمرن 4 ارسم الشكل الرباعي ف ه ي د الذي فيه ف نقطة ف 6 و0، النقطة ه 0 و6، النقطة ي سالب 6 و0، والنقطة د 0 وسالب 6. ثم ارسم الشكل ف شرطة ه شرطة ي شرطة د شرطة، صورة الشكل ف ه ي د تحت تأثير تكبير مركزه واو ومعامله نص أو 1/2. طبعا القاعدة قدامي، هنضرب إحداثيات الفاء في نص هيطلع 3 و0، إحداثيات الهاء في نص هيطلع الهاء شرطة بيساوي 0 و3، الياء سالب 6 و0 بنفس قاعدة التكبير هتكون الياء شرطة سالب 3 و0، والدال 0 وسالب 6 بنفس قاعدة التكبير هتطلع الدال شرطة 0 وسالب 3. إذن صورة الشكل الرباعي ف ه ي د بتكبير مركزه واو ومعامله 1/2 هي ف شرطة ه شرطة ي شرطة د شرطة، كما هو موضح في المستوى الإحداثي. آدي الأصل، وطبعا نوصله بالمسطرة، دي النقاط الأصلية. نقاط الصور ف شرطة 3 و0، هاء شرطة 0 و3،
ياء شرطة سالب 3 وصفر، والدال شرطة صفر وسالب 3، وبعدين نوصلهم هيطلع الشكل الرباعي الأحمر أو اللي هو فاء شرطة هاء شرطة ياء شرطة دال شرطة، هو صورة الشكل الرباعي فاء هاء ياء دال. في الكتاب صفحة 175 تمرن 5، أوجد معامل التكبير أو التصغير ميم في كل من الحالات التالية، حيث الألف شرطة هي صورة النقطة ألف، والنقطة باء شرطة هي صورة النقطة باء. الألف 4 و1، والألف شرطة 12 و3. يبقى معامل التكبير بيساوي خد إحداثيات السين على إحداثيات السين في الأصل، يعني إحداثيات السين في الصورة قسمها على إحداثيات السين الأصلية، هيطلع معامل التكبير اللي هو بيساوي 3. ولو قسمت معامل الصاد في الصورة على معامل الصاد في الأصل هيطلع برضو 3. تمام. رقم باء، الألف 0 و5 والألف شرطة 0 و10، قسم 10 تقسيم 5، لأن 0 تقسيم 0 بيساوي 0. يبقى أنا عندي هنا 10 تقسيم 5 بيساوي 2، يعني معامل التكبير بيساوي 2. الألف سالب 2 وسالب 6، والألف شرطة سالب 1 وسالب 3، يبقى معامل التكبير بيساوي سالب 1 على سالب 2 أو سالب 3 على سالب 6، يعني بيساوي موجب نص. الدال ألف باء 8 سم، والألف شرطة باء شرطة بيساوي 1 سم، يبقى معامل التصغير بيساوي 1 على 8، طول أو محيط أو طول القطعة الصورة على طول قطعة المستقيمة الأصلية. الكتاب صفحة 175 تمرن رقم 6، مستطيل بعداه 3 سم و5 سم، أوجد محيط ومساحة صورته تحت تأثير تكبير تاء مركزه واو ومعامله 3. بعد صورة المستطيل تحت تأثير تكبير تاء واو 3، لاحظ هنا 3 ضرب 3 بيساوي 9، يعني معامل التكبير في الطول الأول أو الطول مثلا نعتبر ده الطول، يبقى 3 ضرب 3 بيساوي 9، يبقى الطول بيساوي 9 في الصورة طبعا، والعرض في الصورة بيساوي 3 ضرب 5 بيساوي كام؟ 15. تقدر هنا تجيب المحيط، المحيط بيساوي 2 في الطول زائد العرض، يعني بيساوي 2 ضرب 9 زائد 15 اللي هو بيساوي 2 ضرب 24 بيساوي 48 سم. المساحة بتساوي الطول ضرب العرض، يبقى مساحة الصورة بتساوي 9 ضرب 15 اللي هو بيساوي 135 سنتيمتر مربع. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية حصتنا، ونراكم إن شاء الله في حصص أخرى مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.